سورة الأحزاب كاين واحد الآية سميتها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. أجي نشرح لكم شكون هي هاد المرأة اللي أنزل الله في حقها هاد الآية. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. عدنا والعود احمد، اسمحوا لي على هذه الغيبه بدون سابق انذار. الحلقه ديال اليوم باينه بلي انها قصيره، ولكن غير باش نطلع لكم ونقول لكم بلي انني بخير وكنت في عطله وانا رجعت لكم من جديد، ورجعنا مع الايجابيات ومع القصص اللي فيهم العبر. فاذا كنت جديد على القناه نقول لكم مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار الدار داك. فخليني ما نتعطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. في حلقة الليلة غادي نتكلموا على واحد الصحابية اللي هي جليلة وماشي كل شي عارفها، أم شريك، واللي غادي تكون ضيفتنا الحلقة. أم شريك غازية بنت جابر الدوسية، غادي تسلم هي ورجلها مع من أسلم ومع من آمن مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في البداية ديالو. هاد الصحابية ما كاينينش عليها بزاف ديال المعلومات، من غير أنها تميزت بواحد الموقف اللي هو عظيم اللي وقع لها، حتى ولا كيتضرب بها المثل في واحد الأمر اللي غادي ندويو عليه في هاد القصة. اختلفوا العلماء في مكان حدوث هاد الأمر، واش في مكة أو في قبيلة الدوس اللي كاينة في اليمن. المهم يقال بلي أنه لما الطفيل بن عمر الدوسي لما يأس من أنه تأمل القبيلة ديالو بالله وبدي الإسلام، بغى يرجع لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ويطلب منه باش أنه يصفت معاه شي حد اللي يعلم الناس الأمور ديال الدين ويكون ليه سند باش ينشروا ديك الدعوة. فاللي مشى معاه آنذاك كان رجل صحابية، أم شريك اللي هي بطل حلقتنا الليلة، وأبا هريرة. وهنا بقات أم شريك وحيدة في دوس، ولكن ما بقاتش مربعه يديها كتسنى العودة ديال رجلها، فقررت باش انها تدعو الناس لدين الله باش تنال الاجر من هذا الامر. هاد الصحابيه كانت كتدخل على البيوت نتاع العيالات في القبيله ديالها وكتدعيهم للاسلام وكتعرفهم به، واللي غادي يدخلوا على يديها بزاف ديال النساء، لدرجه انه الرجل اذا رجع لدارو كيلقى مرتو على غير ما خلى عليها. فلما بداو كيسولوا عرفوا بلي انه ام شريك هي اللي غيرت هاد النساء وخرجتهم من عباده الاوثان ودخلتهم للاسلام، فقرروا باش انهم ينتقموا منها ويعذبوها على هاد الفعلة. غادي يجي عندها أهل الزوج ديالها غضبانين معصبين من الإسلام ديالها وحتى من نشر الدعوة، كانوا باغيين يقتلوها. جاو قالوا لها لعلك على دين أبا العكر اللي هو راجلها. جاوبتهم بكل ثقة وقوة، نعم إني على دينه، زعما سلمات مع راجلها وأمنت برسالة الحبيب. قالوا لها والله لنعذبنك عذابا شديدا، ولكن لولا المكانة ديال أهلك عندنا لقتلناك. وهنا قرروا باش انهم يرجعوها لعند الاهل ديالها. فشنو غادي يديروا لها؟ غادي يكبلوها، يربطوا لها رجليها ويديها ويحطوها فوق الجمل من غير ما يحطوا عليه شي سرج باش انه يحميها في الجلسه. فكانت كتالم بزاف وهي راكبه على هذاك الجمل ومشوا بها لواحد المسافه اللي هي طويله. تخيلوا بالعاني كانوا يعطيوها تاكل الخبز والعسل باش يجيها المود ديال العطش، وفي نفس الوقت كانوا حابسين عليها الماء خصوصا ديك المده كامله اللي غادي تدوز معاهم. كانوا لما كيوصل نص النهار وسخنات الشمس كينزلوا هما من الجمال ديالهم ويقادوا الخيام ديالهم وتيمشوا تيجلسوا كيتظللوا من تحت منها ويرتاحوا ويشربوا وياكلوا ويخليوها هي في هذاك الحر بلا ماكله بلا ما ولا ظل. فبقات ام شريك على هذه الحاله لمده 3 ايام من تحت الشمس ومربوطه. في كل مره كانوا كيجيو عندها اهل رجلها ويقولوا ليها تخلي على داكشي اللي كتامني به، ولكن في هذه اللحظه ما كانتش عندها القوه باش تجاوبهم من غير انها كتشير بصبعها الماء وكتوحد. تخيلوا غادي تبقى هكا حتى غادي يغيب عليها السمع والبصر وحتى الوعي من شده العطش وحتى التعب، وهي تحت حراره الشمس شي حاجه غادي تجي بارده تقيس لها صدرها شويه غادي يقرب لها هذا الشيء اللي هو بارد، فاذا به ماء بارد من الثلج واحلى من العسل، كتشرب بدون ما تحبس ولا تنفس. من بعد غادي يبعد عليها هذا الماء وعاود سقاها مره اخرى وعاود ثاني بعد عليها، وهنا حلت عينيها فاذا بها كتشوف دلو أو لا سطيلة اللي كانت معلقة ما بين السماء وما بين الأرض، وعاود اقترب منها هاد الدلو وكملت الشرب ديالها وهي تكبو على راسها وحتى على حوايجها. فمن بعد ما خرجوا الرجال من الخيام ديالهم شافوها فازقة وتعجبوا، قالوا لها من أين لك هذا يا عدو الله؟ قالت لهم بكل قوة وبكل ثقة، إن عدو الله من خالف دينه، أما قولكم من أين لهذا فهو رزق من عند الله. قالوا لها بكل ثقة حليتي الربطة باش مربوطة وشربتي من الماء ديالنا. مشى واحد منهم كيقلب دوك القراب ديال الماء ولقاها مغطية وبقى كيف ما هي وما مقيوساش. رجع لعندها وسولها من أين لك هذا الماء؟ عودت لهم شنو وقع وقالوا لها والله إن من ساقك هو ربنا وربك. وهم يسلموا جميعا ودخلوا لدين الله بفضل شنو؟ بفضل الصبر والشجاعة تاع الصحابية الجليلة. قيل بلي أنها من بعد ما مات رجلها مشات للمدينة المنورة وهبت راسها لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ورفض بأنه يتزوج بها، وأقسمت أن لا تتزوج بعد ذلك حتى ماتت في المدينة.
وهذه هي حلقتنا الليلة خفيفة ظريفة، غير باش نقول لكم أنا رجعت، وباش نذكركم أيضا باللي أنه غدا إن شاء الله ومن بعده يومين متتاليين غادي نحط لكم زوج ديال الفيديوهات على ما أظن غادي يكونوا قصار من السفر اللي درت، واللي فيهم قصة وفيهم حتى الحكمة. فقولوا لي لتحت كيف جاتكم القصة وشنو المغزى أو العبرة منها. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.